يا أمة التوحيد والإيمان، هلت بشائر رحمة الرحمن. جاء الإمام فبدلت أيامنا، سعدا بعيد المحل والخسران. قدم المسيح على المنارة نزلت، في الشام في بيروت في عمان في القدس، قد أما الإمام جماعة من نسل طه المصطفى العدناني. هم صفوة للصالحين وقبلة للمتقين على مدى الأزمان. حملوا لواء الحمد أول عهدهم، والآن قد هبوا لنصر ثاني. تبعوا حبيب المصطفى وغلامه، وأتوا إليه مبايعين بهمة، يتسابقون إلى رضا الرحمن، يتسابقون إلى الفداء كعهدهم. إن عهدوا بذلوا دماء جناني، يبغون نشرا للسلام بعيدما ذبح السلام وديس في البلدان. وإذ البغاث على الأنام استنسروا، وتسلحوا بالزور والبهتان، كانوا صقورا في السماء وفي الورى، كانوا لهم كالأسد في الميدان. فتحطمت من رعبهم صلبانهم، وتراجعوا في ذلة وهوان، وتبددت سحب الدخان بنورهم، ومضى اللئام بخيبة الخسران. فالحمد لله الذي من فضله نصر الإمام وزمرة الإخوان، فالحمد لله الذي من فضله نصر الإمام وزمرة الإخوان. يا أمة التوحيد والإيمان، هلت بشائر رحمة الرحمن. جاء الإمام فبدلت أيامنا، سعدا بعيد المحل والخسران.